بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 153. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. الأصل يحبس بمعنى لا يباع ولا يوهب ولا يورث، تكون منفعته في أعمال البر، هذا هو الوقف. وهو معروف عند السلف من الصحابة والتابعين، ما من أحد من صحابة رسول الله إلا وقد وقف، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد وقف أرضا له في أرض الشمال، خيبر، في خيبر، وقف أرضا له في خيبر تسمى ثمغ. فالوقف معروف عند المسلمين، إلا أن الحنفية لا يرون الوقف، ويقولون ما في شيء يمنع من البيع والشراء والتصرف، فهم لا يرون الوقف، ولكن الجمهور على جواز ذلك، مشروعيته. نعم. كتاب الوقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. نعم، هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله، فعمل الإنسان ينتهي بالموت، إلا ثلاثة أشياء فإنها لا تنقطع بالموت، بل يجري ثوابها وأجرها على صاحبها، ولا ينقل الملك فيها بل تبقى. صدقة جارية، هذا هو الوقف. صدقة جارية، هذا هو الوقف. أو علم ينتفع به، بأن يكون عالما موفقا قد نشر علمه فيستمر نفعه له بعد وفاته، نشر علمه في طلاب وتلاميذ أخذوا عنه العلم، أو في كتب ألفها في حياته، أو كتب اشتراها حتى ولو لم يكن عالما، إذا اشترى كتبا نافعة ووقفها فهذا يجري أجره عليه بعد وفاته، وهو يدخل في العلم الذي ينتفع به. نعم. والشاهد صدقة جارية، هذا الشاهد من الحديث، صدقة جارية، هذا هو الوقف. نعم. أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو له، من هنا يستحب للولد أن يدعو لوالديه بعد موتهما، ويجري نفع هذا الولد بدعائه لهما. أو ولد صالح يدعو له، وهذا ينبه على أن الأب يربي أولاده على طاعة الله حتى يصلحوا يكونوا صالحين، فيدعون له بعد وفاته ويصل دعاؤهم إليه. صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، فهذا فيه فضل هذه الأشياء. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه
أصاب أرضا من أرض خيبر، فقال يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلها، حبست إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، وفي لفظ غير متأثل مالا، رواه الجماعة. نعم، هذا من أدلة الوقف، أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، أرضا زراعية في خيبر، وخيبر بلاد زراعية، فعمر رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع بهذه الأرض وهي أنفس مال عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها، يعني أوقفته، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني بغلتها، هذا دليل الوقف. نعم، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث، هذا شأن الوقف، أنه لا ينقل الملك فيه إلا لما هو مثلها وأحسن منه، ويكون هذا على نظر القاضي، على نظر القاضي، فيجوز نقل الوقف من شيء إلى شيء آخر، ولكن على نظر القاضي. نعم، على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، لا تباع يعني لا ينقل الملك فيها ببيع أو هبة أو إرث، لأنها محبسة وموقفة، وهذا شأن الوقف. نعم، في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، ذوي القربى، ذوي قربى عمر، للمحتاجين من ذوي قربى عمر، والضيف الذي ابن السبيل، الضيف هو ابن السبيل، ونعم، والرقاب، والرقاب يعني أن المكاتبين الذين يشترون أنفسهم من أسيادهم بثمن يؤدونها إلى أسيادهم، يؤدونه إلى أسيادهم، ثم يعتقون إذا دفعوا المال، فأسيادهم يبيعون عليها، يبيعون عليهم رقابهم بثمن منجم، منجم يعني ما هو بدفعة واحدة، يكون منجبا، وما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني أعينوهم على سداد فك رقابهم. فالعبد يشتري نفسه، يشتري رقبته من سيده بمال يؤديه له على نجوم، يعني على أقساط، وهذا هو المكاتبة. نعم، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله، يعني ساعدوهم. نعم، في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل. الضيف له حق في الإسلام، يوم وليلة له حق في الإسلام، ضيافة على من نزل به، كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ قال يومه وليلته، هذا الضيافة الواجبة، والمستحب ثلاثة أيام، المستحب أن الضيافة ثلاثة أيام. نعم، لا جناح على من وليها أن لا جناح يعني لا إثم. نعم، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، يعني من قام بتصدق
تصريف هذا الوقف وإصلاحه إذا احتاج إلى إصلاح، فله أن يأكل من الوقف بقدر ما عمل فيه. نعم، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، بالمعروف يعني، ولا يسرف، بالمتعارف عليه عند الناس. نعم، ويطعم غير متمول، وفي لفظ غير متأثر مالا، ويطعم غير متمول ولا متأثر، يعني يطعم هو في نفسه فقط ولا يدخر مالا من الوقف، إنما يأكل قدر حاجته فقط. إذا كان قد تولى الوقف وقام به. نعم، ويطعم غير متمول وفي لفظ غير متأثر مالا، رواه الجماعة. نعم، والتأثر هو التمول، لكن رواية. نعم، وفي حديث عمرو بن دينار قال في صدقة عمر: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل. نعم، لا جناح، أي لا حرج على. نعم، أن يأكل ويؤكل صديقا، أن يأكل الولي على الوقف والقائم على الوقف، أن يأكل منه بقدر عمله الذي يقوم به. نعم، ويؤكل صديقا له، وكذلك لا جناح أن يطعم صديقه من الوقف، باب الإحسان. نعم، غير متأثر. قال: وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر. كان ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو الذي تولى وقف أبيه عمر بن الخطاب. نعم، وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر ويهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم، أخرجه البخاري. يهدي لهم من وقف عمر إلى أناس من أهل مكة كان ينزل عليهم، إذا جاء إلى مكة ينزل عليهم ضيفا عندهم. نعم، وفيه من الفقه أن من وقف شيئا على فيه هذا من كلام المؤلف المجد رحمه الله. وفيه من الفقه أن من وقف شيئا على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه. نعم، من وقف على صنف من الناس وولده منهم، لأن عمر هو الواقف وعبد الله بن عمر ولده، فدخل في وقف أبيه ينتفع منه. نعم، وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس فيها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: من يشتري بئر رومة فيجعل فيه دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي، رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، وعندهم شح في الحصول على الماء، ماء الشراب، الحصول على ماء الشراب، وليس في المدينة بئر عذب إلا بئر رومة هذه المذكورة، وكان صاحبها يضايق المسلمين، يبيع عليهم الماء يضايقهم، فاشتراها عثمان رضي الله عنه، اشتراها منه وأوقفها على المسلمين. نعم، فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. نعم، فاشتريتها من صلب مالي، رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. وفيه جواز انتفاع الواقف بوقفه العام. أي نعم، لأن عثمان كان يشرب من هذه البئر بعدما وقفها، يشرب من هذه البئر بعدما وقفها، دل على أن الواقف ينتفع
من وقفه مع الناس. نعم. باب وقف المشاع والمنقول. المشاع المشترك، المشاع هو المشترك الذي لم يقسم، مشترك بين شركاء ولم يقسم، فلأحد الشركاء أن يوقف نصيبه ولو لم يقسم، أن يوقف نصيبه ولو لم يقسم، ويكون ما يحصل له من نصيبه يكون وقفا. نعم. باب وقف المشاع والمنقول. ووقف المنقول، ما وقف الثوابت هذا لا إشكال فيه، وقف الأرض، وقف البيت، وقف المسجد الثابت هذا لا إشكال فيه، لكن المنقول الذي ينقل مثل السلاح، مثل الدواب، مثل الأشياء التي تنقل، هل توقف؟ نعم توقف، وسيأتيكم الدليل على هذا. نعم. باب وقف المشاع والمنقول. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المئة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها. رواه النسائي وابن ماجه. هذا من أدلة الوقف. عمر أصاب أرضا بخيبر ثمينة، وكان رضي الله عنه قد فرح بها لأنها ثمينة، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع بها، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبس أصلها ويتصدق بغلتها. وهذا هو الوقف، هذا هو الوقف. فوقفها عمر رضي الله عنه وعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أدلة الوقف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات. رواه أحمد والبخاري. من احتبس فرسا يعني أوقف فرسا، وهذا منقول، هذا فيه دليل على من جواز وقف المنقول في سبيل الله، أوقفها للجهاد، فإن الله يكتب له كل ما خرج من هذا الفرس من روث وبول، ويكتبه له في ميزان حسنات يوم القيامة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذلك حبيس في سبيل الله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. رواه أبو داود. نعم أعيده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الحج، حجة الوداع، هي حجة الوداع، وما حج بعد البعثة إلا مرة واحدة، هي حجة الوداع هذه التي توفي بعدها صلى الله عليه وسلم بعد شهر وأيام. نعم. فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما عندي ما أحجك عليه. فقالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذلك حبيس في سبيل الله. يعني أنه أوقفه في سبيل الله، هذا دليل على جواز وقف المنقول. نعم. فقال: ذلك حبيس في سبيل الله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. رواه أبو داود. نعم، الحج من الجهاد في سبيل الله،
الحج من الجهاد في سبيل الله لما فيه من التعب والمشقة والتعرض للأخطار، ففيه ما في الجهاد من المشقة ومن التعب ومن الأجر العظيم. نعم، فهذا فيه فضل الحج إلى بيت الله الحرام وأنه في سبيل الله، الحاج كالمجاهد في سبيل الله. نعم. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق خالد رضي الله عنه، وقد صح، يقول المؤلف رحمه الله المجد، يقول وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن خالد بن الوليد أنه حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، فهذا فيه دليل على وقف المنقول. نعم. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق خالد رضي الله عنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. أي نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عمر لقبض الزكاة، أرسل عمر لقبض الزكاة من الناس، فقبض منهم إلا خالد بن الوليد فإنه لم يدفع له شيئا، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إنكم تظلمون خالدا قد احتبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله، يعني فلم يبق عنده شيء يزكيه. نعم. باب من وقف. أعد. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق خالد رضي الله عنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. نعم، حبس أدراعه التي يلبسها في الجهاد، واعتاده أي ما عدة الجهاد التي عنده كالسلاح أوقفها في سبيل الله، فدل على جواز وقف الشيء المنقول. نعم. باب من وقف أو تصدق على أقاربه أو وصى لهم، من يدخل فيه؟ يعني القرابة من يدخل فيها؟ إذا قال هذا المال على أقاربي فمن يدخل في ذلك؟ نعم. باب من وقف أو تصدق على أقاربه أو وصى لهم، من يدخل فيه؟ عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه قال يا رسول الله إن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال بخ بخ، ذلك مال الرابح مرتين، وقد سمعت وأرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله؟ فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. نعم. لما سمع أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أحب إلي أموالي بيرحاء، وبيرحاء اسم حائط مقابل المسجد النبوي، فيه ماء عذب وفيه نخيل وفيه، وهو أحب أموال أبي طلحة إليه، فوقفه على أقاربه رضي الله عنه عملا بقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. وفي رواية لما نزلت هذه قال الله جل وعلا في الأبرار ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على حبه، أما شيء ما تبيه أنت وشيء ردي تقول هذا عطوها الفقراء، هذا ما نفعه قليل وأجره قليل، لكن إذا تصدقت بشيء له قيمة وله مكانة فهذا لا شك أنه أفضل. نعم. وفي رواية لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر قال أبو طلحة يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك
أني جعلت أرضي بيرحاء لله، فقال اجعلها في قرابتك، قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب، رواه أحمد ومسلم وللبخاري معناه، وقال فيه اجعلها لفقراء قرابتك. قال محمد ابن عبد الله الأنصاري: أبو طلحة زيد بن سهل ابن الأسود ابن حرام ابن عمرو ابن زيد منات ابن زيد منات ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار، وحسان ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام، يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وأبي بن كعب ابن قيس ابن عتيك ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو ابن مالك ابن النجار، فعمر يجمع حسانا وأبا طلحة وأبيا، وبين أبي وأبي طلحة ستة آباء. نعم، ولو كان القريب يعني ليس مواليا للمتصدق، ولو كان من أقاربه البعيدين في النسب، فإن ذلك يشملهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص، فقال: يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. متفق عليه، ولفظه لمسلم. سأبلها ببلال يعني بالصلة، أبلها بالصلة. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا صلى الله عليه وسلم ونادى، اجتمعت عليه قريش في مكة، فقال هذه المقالة، لأن هؤلاء هم عشيرته أقرباؤه وبنو عمه، فبدأ بهم. هذا يدل على أن الذي يدعو إلى الله أول ما يبدأ بأقاربه وأهل بيته وذريته. النبي بدأ بأقاربه بأمر الله: أنذر عشيرتك الأقربين. الداعي إلى الله يبدأ بأقرب الناس إليه ثم يتعدى إلى غيرهم. أما أنه يدعو الناس ويترك أقاربه ويترك أولاده، فهذا مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولمنهج الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. نعم، عم وخص عليه الصلاة والسلام في دعوته. أولا دعا بني أجداده وبني عمه الأبعدين، ثم قرب إلى أن وصل إلى بنته فاطمة. قال: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك، لا أملك لك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أملك لك من الله شيئا. اللي يتعلقون الآن على أقاربهم على ويرجون أنهم يخلصونهم من النار أو أنهم من الشجرة النبوية أو من قريش أو من بني هاشم، هذا لا يغني عنهم من الله شيئا، لا يغني عنهم من الله
شيئا، عمل الإنسان هو الذي إذا تقبله الله ينقذه من النار، ولا ينفعه أنه ابن لفلان الصحابي أو ابن لفلان النبي أيضا، لا ينفعه ذلك. نعم. غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. نعم، الصلة هذه حاصلة ومطلوبة، وأما أنه ينفعهم في الآخرة وينقذهم من النار، لا، لا ينقذهم من النار إلا أعمالهم الصالحة. نعم، نوح لم ينفع ابنه، لم ينفع ابنه، حال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال لما دعا ربه، ربي إن ابني من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من، هو ابنه لكن ليس من أهله، لأنه لم يتبعه، وإذا لم يتبعه فليس من أهلي، إنه ليس من أهلك. ليه؟ إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عامل غير صالح. نعم، فلا ينفع الإنسان أنه ابن لفلان الصالح أو النبي أو لا، ما ينفعه هذا إلا عمله، ينفعه إلا عمله الذي قدمه لنفسه. نعم. باب أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق. نعم، الولد يشمل ولد الصلب ويشمل ولد الولد مهما نزل. نعم. باب أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق. عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. صفية بنت حيي بن أخطب من رؤوس اليهود، وقد سبيت مع السبي بني قريظة، ووقعت في سهم رجل من الأنصار فوهبها للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. هذه صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي. نعم. بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي، فبكت. حفصة بنت عمر رضي الله عنه عيرتها، فقالت: بنت يهودي، أنتم تعلمون ما يكون بين الضرائر من الشحنة ومن بنت يهودي، يعني تعيبها في ذلك. نعم. فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وقالت: قالت لي حفصة أنت ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي. ابنة نبي يعني ابنة هارون، وعمها نبي وهو موسى عليه السلام، وهي زوجة نبي، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش بعد هذه الفضائل؟ نعم. إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، فبما تفتخر عليك؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة. رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم، ليست العبرة بأن الإنسان أبوه مشرك أو جده مشرك، العبرة بعمله هو، ولا يضره عمل قريبه أو أبيه، ما يضره هذا. نعم. ثم قال: اتق الله يا حفصة. رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: إن ابني هذا سيد يصلح الله على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين، يعني الحسن ابن علي. رواه أحمد والبخاري والترمذي. أدل على أن ابن البنت أنه ابن لجده من الأم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو جد الحسن والحسين من أمهم، لأن أمهم فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول جدهم بأمهم، وسماه ابنه: إن ابني هذا سيد، يعني الحسن رضي الله عنه سيد
وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فأصلح الله به لما تولى الأمر بعد أبيه علي بن أبي طالب، تنازل لمعاوية لأجل جمع الكلمة ولأجل الإمساك عن سفك الدماء، فأصلح الله به بين أهل الشام وأهل الحجاز هذا الرجل العظيم الحسن بن علي رضي الله عنه. نعم. وفي حديث فقال: إن ابني هذا سيد يصلح الله على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين، يعني الحسن بن علي، رواه أحمد والبخاري والترمذي. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فأصلح الله بالحسن بين المسلمين، ووقف القتال بين أهل الشام وأهل مكة من المسلمين، كف الله به الدماء. فهذا مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. نعم. وفي حديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: وأما أنت يا علي فختني وأبو ولدي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: وأما أنت يا علي فختني، ختني وأما أنت يا علي فختني وأبو ولدي، رواه أحمد. ختن هو اللي يسمونه النسيب، يعني أنه ختن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسيبه على ما يقولون الآن، نسيب يعني زوج البنت والأخت والقريبة يسمونه نسيب. نعم. وأما أنت يا علي فختني وأبو ولدي، رواه أحمد. ختني يعني زوج ابنتي، وأبو ولدي الحسن والحسين رضي الله عنهما، فهم أولاد الرسول لأن الرسول جدهم من قبل أمهم. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحسن وحسين على وركيه، هذان ابناي وابنا ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من أحبهما، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب. وهذا فيه فضل الحسن والحسين رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قربهما منه ووضعهما على رجليه، وقال إنهما ابناي، إنهما ابنته، فهو جدهم عليه الصلاة والسلام. نعم. هذان ابناي وابنا ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما، هذا أن الرسول يحبهما. نعم. فأحبهما وأحب من أحبهما، هذا الدعاء العظيم من الرسول لهما. نعم. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب. وقال البراء: حسن، الحسن ما كان دون درجة الصحيح، ما اختلف به شرط من شروط الصحيح، هذا الحسن، وبعض العلماء يدخله في الصحيح فهو قوي. والغريب ما تفرد به راو واحد، ما تفرد به راو واحد، هذا الغريب. نعم. وقال البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو في حديث متفق عليه. نعم. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وعبد المطلب هو جده، ومع هذا قال أنا ابنه، فدل على أن ابن الابن يكون ابنا للجد، لجده. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، رواه أحمد والبخاري، وفي لفظ:
اللهم اغفر للأنصار ولذراري الأنصار ولذراري ذراريهم، رواه الترمذي وصححه. الأنصار هم أهل الأوس والخزرج، الأوس والخزرج الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه، سماهم الله الأنصار، أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة. يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، هل يعد الحفيد ولد للجد فتصل دعوته؟ أنت سمعت قول الرسول أنا ابن عبد المطلب، عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالابن مهما نزل فهو ابن لجده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يدخل تقديم الطعام والشراب يدخل في الوقف ولو كان شيئا يسيرا؟ كيف؟ هل يدخل تقديم الطعام والشراب هل يدخل في الوقف ولو كان شيئا يسيرا؟ لا، صدقة، ما كل صدقة تكون وقفا، الوقف ما حبس أصله وسبلت منفعته، يعني استمر ينفع وينتج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز التراجع عن الوقف بعد مضي وقت قصير أو طويل؟ إذا كان وقفا منجزا فلا يجوز التراجع فيه، أما إذا كان وقفا معلقا على الموت هذا حكم الوصية، له يتراجع عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للشخص أن يوقف أكثر من ثلث ماله؟ يجوز، لكن الأفضل الثلث كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الثلث والثلث كثير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل وضع برادات الماء عند المساجد أو في الطرق يعد من الأوقاف؟ نعم، هذا يعد من الأوقاف، وفيه أجر عظيم، سقاية الماء فيها أجر عظيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل صحيح أن وقف عثمان رضي الله عنه وقفه للبئر أن هذا البئر ما زال موجودا ينتفع به؟ والله ما أدري، تحتاج أنك تروح وتشوف هل بئر روما موجود الآن ولا ما هو موجود. نعم. اللي موجودة الآن بئر عروة مشهورة، بئر عروة ويشربون منها الناس، عروة بن الزبير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو علم ينتفع به، هل هذا شرط أن ينتفع بهذا العلم؟ وهل إذا لم ينتفع به ما صار فيه أجر؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل توزيع المصاحف، شراء المصاحف ثم توزيعها، يعد من الأوقاف والصدقات الجارية؟ نعم، يعد من الأوقاف، شراء المصاحف ووضعها في المساجد هذا من الأوقاف على المساجد التي وضعت فيها فلا تخرج عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول هل زراعة الأشجار للاستفادة منها وحفر الآبار يعد من الأوقاف والصدقات الجارية؟ كل ما فيه نفع يستمر فهو من الأوقاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا أوقفت برادة ماء فهل يلزمني متابعتها وعمل صيانة لها كلما احتاجت إلى ذلك، أو أنني فقط أضعها؟ إذا تعاهدتها ولاحظتها فهذا أفضل، لأجل أن تستمر الأجر والثواب لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما الفرق بين الوقف
والصدقة الجارية، وهل يعتبر الوقف هو الصدقة الجارية؟ الوقف هو الصدقة الجارية، فالصدقة إن استمر نفعها فهي صدقة جارية، وإن انتهى لم تكن جارية، انقطعت. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يعتبر فرش المسجد ولمبات الإضاءة التي في المسجد، هل تعتبر من الأوقاف أم يجوز بيعها عند الاستغناء عنها؟ يكون هذا مرجعه لإدارة شؤون المساجد، أثاث المساجد وإضاءتها وما يكون يستبدل منها، هذا كله عند وزارة شؤون المساجد، وزارة الشؤون الإسلامية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من وضع مكانا في استراحته في جانب من استراحته وفتحه للناس ليصلوا فيه، هل يعتبر هذا بمثابة الوقف؟ نعم، إذا فتح بابه وأذن للناس للصلاة فيه صار مسجدا وصار وقفا. نعم. أما إذا ما فتحه وإنما يصلي فيه ومن يحضر معه يصلون فيه ولا فتحوه للناس الذين من خارج المكان، فهذا مصلى وليس مسجدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الوقف على شيء محرم كطباعة كتب المبتدعة مثلا، هل يجوز العمل بهذا الوقف؟ يغير، يجب تغييره ويعدل به إلى شيء نافع بدل الشيء المحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الناظر على الوقف هل يجوز له أن يأخذ من مال الوقف ما يحتاج إليه؟ نعم، يجوز له، من وليه لا بأس أن يأكل غير متأثل كما قال عمر رضي الله عنه مقابل عمله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يصح تعليق الوقف بالموت؟ نعم، لكن ما يكون وصية، يكون حكمه حكم الوصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المرهون، الشيء المرهون، هل يصح وقفه؟ لا، المرهون لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المرتهن. نعم. هذا سائل يقول: هل الكتب الإسلامية توزيعها وطباعتها تعتبر من العلم النافع بعد الموت؟ بلا شك أنها من العلم النافع، طباعتها وتوزيعها والمصاحف وتوزيعها هي من العلم النافع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن ينتسب الإنسان إلى أبي أمه، يعني جده من جهة الأم؟ يجوز. نعم، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إن أباه قد توفي وهو صوفي، فهل يجوز له أن يدعو لأبيه هذا الصوفي؟ ما ندري عن نوع الصوفية، الصوفية أنواع، منها شيء يقتضي الكفر ومنها شيء يقتضي أنه بدعة فقط، لا ندري عن نوع التصوف الذي هو عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء عن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أنه قال في مسألة التعبيد لغير الله، قال: حاشا عبد المطلب، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، فهل يجوز التسمية بهذا الاسم؟ ما يجوز إلا هذا الاسم الذي ورد، أنا ابن عبد المطلب، ولا يجوز لأحد أن يقول هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الصلاة على الجنازة في المقبرة قبل دفنها هو أقل أجرا من الصلاة عليها في المسجد؟ لا، المهم أنه يصلي عليها في المقبرة أو في المسجد، هذا المهم أنه يصلي عليها،
يحصل على الأجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض المساجد تغير أو تقوم بتغيير الفرش التي فيها باستمرار مع صلاحيتها، فهل تعتبر هذه الفرش وقفاً فلا يجوز تغييرها إلا بعد أن تكون غير صالحة؟ يجوز تغييرها، لكن لازم من تولي وزارة الشؤون الإسلامية لذلك، هي المسؤولة عن المساجد وفرشها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ما يعرف بالوقف الذري، وكيف التصرف فيه بعد مدة من الزمن فقد مضى؟ الوقف الذري يعني على ذريته، على ذريته ما تناسلوا، هذا الذري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما هو ضابط تناقل الولاية على الوقف، وكون يقول الواقف يجعل شخصا آخر على وقفه، هل يتغير هذا الشخص من شخص إلى آخر؟ هذا عند القاضي، إذا أراد أن يغير القائم على الوقف فلا بد من مراجعة القاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: سارع الصحابة رضوان الله عليهم إلى وقف أحب أموالهم كاملة، وأنا لا أستطيع أن أقف أموالي كاملة، فهل أوقف جزءا منها فأحصل على أجر؟ إن شاء الله. أوقف ما تريد مما فيه نفع مستمر وأنت على أجر إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في أذكار الصباح والمساء عندما أقرأ فواتح السور، هل أبدأ بالبسملة كقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق؟ كل سورة تريد قراءتها لابد تسمي قبلها، تسمي قبلها إلا براءة إنها لم تنزل قبلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما ضابط الأخذ بالقول الأحوط في المسائل الخلافية، هل يجوز الأخذ به في جميع المسائل؟ مسائل تختلف، فإذا عرض لك شيء من هذا فاسأل أهل العلم وهم ينظرون في الموضوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز التسمي بحبيب الله، وهل هذا الاسم تزكية؟ قل حبيب وخلاص يكفي من حبيب الله، مش يدريك إن حبيب الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إنسان كان يأخذ من أقاربه من مال أقاربه دون علمهم، ويقول: إذا أصبحت غنيا بعد ذلك فسأرجعها إليهم، يقول: ما حكم هذا العمل، وهل يجب عليه أن يرجعها؟ نعم، لا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا تأخذ منها شيئا إلا بإذنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: والدتي تضع خبزا للطيور في سطح المنزل، لكن يجتمع النمل عليه بكثرة، فهل يجوز لنا أن نقتل هذا النمل؟ لا، لا تقتلوه إلا إذا كان مؤذيا، إذا كان مؤذيا، أما إذا كان لا يؤذي لا يجوز لكم قتله. نعم. وإذا كنتم تتأذون منه لا تضعوا شيئا يجتمع عليه النمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بلادنا أناس يوقفون أراض زراعية وتبعا لها ما يعرف بالمساقي وهي تبعد عنها، ثم يبيعون هذه المساقي للناس بعد ذلك، فهل يجوز الشراء منها؟ لا يجوز بيعها إلا بإذن القضاة أو العلماء عندكم، اسألوهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول:
ما حكم من يقرأ القرآن ولسانه ثقيل ويتعب بهذه القراءة؟ هل يؤجر على هذه المشقة؟ نعم، ورد في هذا الأجر المرتين، الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران كما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قمت بالشفاعة لشخص وبعد عامين أهدى إلي هدية فأخذتها، وقد جاء في حديث من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من الربا. يقول: هل أدخل أنا في هذا الحديث مع أن الهدية بعد عامين؟ إيه نعم، تدخل في هذا إذا كانت الهدية من أجل الشفاعة ولو كانت بعد مدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صلى بنا رجل وقد أكل لحم إبل ولم يتوضأ، ويقول: إنني أتبع المذهب الحنفي في ذلك، بالنسبة لنا هل نعيد الصلاة؟ نعم، عيد الصلاة. أنتم ترون أنه ناقض للوضوء، صلى بكم رجل انتقض وضوءه فأعيدوا الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من خرج من المسجد ثم عاد قريبا، فهل لا بد أن يصلي تحية المسجد مرة أخرى؟ لا، إذا خرج بنية الرجوع فهو في حكم الجالس في المسجد، إذا خرج بنية الرجوع فهو في حكم الجالس في المسجد، فلا يحتاج إلى تحية مسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الرضعة والرضعتان هل تحرم في باب الرضاع، علما أنها في الحولين؟ الرضعة المراد بها المصة، المراد بها المصة، فإذا مص الثدي ونزل عليه حليب ولو كان قليلا فهذه رضعة، فإذا مصه ثانية ونزل عليه حليب فهذه رضعة ثانية، وهكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تؤجر المرأة بالقرار في بيتها والمجاهدة في ذلك، خصوصا في هذا الزمن التي تعج فيه الفتن؟ المجاهدة، هل تؤجر المرأة بالقرار في بيتها؟ نعم، تؤجر على القرار في بيتها، لأنه أسلم لها من التعرض للمحذورات والتبرج والزينة في الأسواق، فبيتها أسلم لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح هذه العبارة: لا إنكار على من فعل فعلا فيه خلاف، كالصلاة وقت النهي مثلا؟ ما هو بالخلاف مبرر لفعل الشيء، المبرر هو الدليل، المبرر هو الدليل، لا وجود الخلاف. فإذا رأيت الخلاف، إن كان أنك عندك تمكن من العلم، خذ ما يقوم عليه الدليل من الأقوال المختلفة، وإن لم يكن عندك علم فاسأل أهل العلم. نعم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، أو سائلة من فرنسا تقول: هل يجوز لي أن أقطع صلة الرحم مع أبي، لأنه قد عمل معي عملا عظيما وأخلاقيا، علما بأنه كافر وأنا قد أسلمت، هل يجوز لي أن أقطع صلته؟ لا، أحسني إليه، أحسني إليه، الأب الكافر والأم الكافرة يحسن إليهما، صاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: امرأة أرادت العمرة، وعندما مرت بالميقات نسيت بعدما أحرمت أن تزيل النقاب واستمرت به، ولم تتذكر إلا عند المسجد الحرام فخلعته وأبدلته بغطاء، يقول: ما حكم هذه المسألة؟ لا حرج عليها، عفي لأمة الخطأ والنسيان، فلا حرج عليها في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أصلي قبل أن أنام ما كتب الله لي من الركعات، وكثيرا ما أستيقظ قبل الفجر فأوتر، فهل يعد ما أصليه في أول الليل
هل يعد من قيام الليل المأجور؟ نعم إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الخلاف بين العلماء رحمة؟ لا، الخلاف ليس رحمة، وإنما الرحمة في اتباع الدليل، اتباع الدليل من الكتاب والسنة، هذا هو الرحمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا داعية يقول إن الأصل أن نتعاون مع أهل البدع، الأقرب فالأقرب، يقول هل هذا الكلام صحيح؟ تعاون معهم وش عليه؟ ما ذكر. ها؟ ما ذكر شيئا. إذا تعاونت معهم فقد شاركتهم في الإثم، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: أتكدر عندما أرى أو أسمع ما يحدث من منكرات ظاهرة ولا أهنأ والله بنوم ولا عيش، فهل يعد هذا من اليأس والقنوط من رحمة الله؟ لا لا، هذا من الإنكار بالقلب، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فهذا من الإنكار بالقلب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من فاتته الجماعة الأولى ثم شهد الجماعة الثانية، فهل له نفس أجر الجماعة الأولى أم أن أجره ينقص؟ لا، إن شاء الله ما ينقص، إذا صلى مع الجماعة الثانية وفاتته الأولى وصلى مع الثانية يحصل له الأجر الكامل إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في دعاء القنوت: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، ثم قال: واجعله الوارث منا، يقول: ما المراد بهذه العبارة واجعله الوارث منا؟ أنه يستمر هذه القوات إلى الوفاة، يستمر إلى الوفاة، هذا معنى الوارث منا. نعم. والقوات المراد بها الأسنان يقولون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان يريد أن يقف شيئا، فهل الأفضل له أن يقف الكتب التي مختصة؟ يوقف، ما هو بيقف. فهل الأفضل أن يوقف شيئا مختصا بالكتب التي تكون في العقيدة؟ اي نعم، هي أفضل، إيقاف كتب العقيدة أفضل من إيقاف كتب الفقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لها أن تضع الأظافر الصناعية وأن تستعملها عند ذهابها إلى دعوات الزواج وتزيلها عند عودتها إلى المنزل؟ لا يجوز، والعياذ بالله، هذا من الوصل المحرم، لا يجوز، ولعن الواصلة والمستوصلة، لا يجوز لها ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تقبيل المصحف؟ لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: والدي قد قام بدهس قطتين بالسيارة بدون قصد، فهل عليه كفارة في هذا الأمر؟ لا، ما عليه كفارة، إن كان متعمد عليه إثم، وإن كان ما تعمد فليس عليه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تعليق الآيات والأحاديث على جدران وحيطان البيت؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، لأن هذا يعرضها للامتهان، تسقط، يقع عليها شيء، ولأن هذا ليس من عمل السلف الصالح، ما كانوا يعلقون هذه المعلقات من الآيات على الجدران، الجدران نزل ليعمل به، ما نزل ليعلق على الجدران، يعمل به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: أسلمت قبل سنتين وتعلمت أحكام الزكاة قبل سنة واحدة، سؤاله: هل علي أن أخرج الزكاة عن سنة فقط بعد تعلمي أو عن سنتين بعد إسلامي؟ عن سنتين بعد إسلامك تخرج الزكاة، عن سنتين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين؟ إذا كان يشق عليها الصلاة في وقتها فلا بأس، لأن هذا نوع مرض، لا أن تجمع إذا احتاجت إلى الجمع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يقول هل معنى ذلك أن الهجرة قد انقطعت؟ لا، لا، في الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها، فالهجرة مستمرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، المراد به لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أوقف والدي رحمه الله وقفا في بلدتنا وقد تعطلت منافع الوقف ولم نعد نؤجره، فهل لي وأنا الناظر عليه أن أبيعه أو أنقله إلى مكان آخر؟ راجع القاضي في بلدكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، يقول: النمام رجل مسلم، فهل معنى ذلك أن الجنة محرمة عليه؟ لا، هذا وعيد، هذا وعيد، وليس معناه أنه يمنع من دخول الجنة بتاتا لأنه مسلم، لكن هذا من باب الوعيد، يعني لا يدخله من أول وهلة، لا يدخلها في وقت معين. نعم، من باب الوعيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن المرأة إذا خرجت من بيتها وهي متعطرة فهي متواعدة على ذلك؟ نعم، ورد أنها زانية، يعني والزنا أنواع، الزنا في الفرج فقط، الزنا بالنظر، الزنا في المشي، الزنا في الطيب وما أشبه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث: العين تزني وزناها النظر، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يقول: هل معنى ذلك أن الإنسان يمتنع عن البكاء عند حدوث مصيبة ما؟ البكاء ما يؤاخذ عليه الإنسان، إنما النياحة، النياحة ورفع الصوت، هذا هو المحرم. أما أنه يبكي، النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم لما مات، وقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. البكاء، مجرد البكاء يؤجر عليه الإنسان. نعم. إنما النياحة ورفع الصوت، هذا هو الممنوع، وهو من أمور الجاهلية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك طائفة من المنتسبين إلى الدعوة يقولون إن التحدث عن توحيد الأسماء والصفات لا ينبغي في هذا الزمن لأنه يسبب فرقة بين المسلمين. أعوذ بالله من هالكلام وقائله. أسأل أسماء الصفات نوع من أنواع التوحيد، ويقول: لا تذكرون الأسماء والصفات، إلا نعلم الناس الأسماء والصفات، نعلمهم إثباتها كما جاءت في القرآن والسنة، نبينها للناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بعض الناس عندما يسمع أن فلانا قد مرض يقول: والله ما يستاهل، يقول: هل هذا من باب الاعتراض على القضاء والقدر؟ نعم، قال ما يستاهل معناه أن الله ظلمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره لقوله: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره، الشهداء أحيا في قبورهم، لكنها حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، ما هي مثل حياتهم على
وهم على وجه الأرض، ولذلك تزوج نساؤهم وتقسم أموالهم بالمواريث، فما هو معنى أنهم أحياء مثل حياتهم على الأرض، وإنما هي حياة برزخية. نعم، انتهى وفقك الله. الله تعالى.